ده بقى حمدي فتحي صلى على النبي في كومنت وادع يا زميلي كارول روزانا بنتي ترجع لبيتها وتخرج من المستشفى بألف سلامة يا رب. كان مع الموس ثالث المدافعين، مع مارسيل كولر ثاني المهاجمين. هتلاقي زميلي الكروة على خط المرمى بيشيل هدف محقق، وفي لحظة كده هتلاقيه وسط مدافعين الخصم بيحط جون براسه او برجليه الاثنين. هو راجل 3 4 3 مع الموس، نجم 4 2 3 1 مع فايلر، وجوهرة كولر في القادمين من الخلف. تطور في الشخصية ووعي تكتيكي. حمدي فتحي رجل المدربين الاول، مع الموس، مع فايلر، مع كيروش، مع كولر، توافق رهيب يا زميلي الكروي مع كل المدربين بالافكار التدريبية المختلفة. حمدي فتحي، ما تنساش يا زميلي الكروي تقول لي رأيك في حمدي فتحي تحت في الكومنت.